أعزائي المشاهدين، مساء الخير، برحب بحضراتكم في لقاء جديد. النهاردة بنعود لاستئناف نشاط برنامج نادي سينما الحرية بمركز الإبداع. هنكون في ميعادنا الأسبوعي إن شاء الله المعتاد كل ثلاثاء الساعة 6 مساء. بفكر حضراتكم إننا هنستمر معاكم أونلاين مؤقتا خلال الأسابيع الجاية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا إلى حين انتهاء هذه الأزمة على خير بإذن الله. النهاردة بيسعدني اني اقدم لكم فيلم من اشهر كلاسيكيات الغموض والتشويق، ويعد من اشهر واحب افلام المخرج الكبير ألفريد هيتشكوك الى قلوب عشاق السينما. الفيلم هو فيلم فيرتيجو او دوار، الفيلم اللي اخرجه هيتشكوك سنة 1958 وقام ببطولته النجم جيمس ستيوارت وشاركته البطولة كيم نوفاك. الفيلم مأخوذ عن رواية لاثنين من الكتاب الفرنسيين اللي تخصصوا في كتابة وتأليف الروايات البوليسية، وهما بيير بوال وتوماس نارسيجاك. الفيلم بتدور أحداثه حول محقق شرطة معتزل بسبب دوار الأماكن العالية، بيكلفه ذات يوم أحد أصدقائه بمراقبة زوجته اللي بتعاني من حالة نفسية حادة وبتسعى للانتحار. بطل الفيلم بيتمكن من انقاذها في المرة الاولى، لكن في المرة الثانية بتنتحر بالفعل بإلقاء نفسها من فوق برج دير قديم. بعد مدة البطل بيقابل امرأة بتشبهها تماما وتبدأ تثوره بعض الشكوك. هنلاحظ في فيلم فيرتيجو ان هيتشكوك تعمد استخدام اسلوبين متنافرين لما قدم الفيلم باكمله من وجهة نظر البطل، ثم كشف سر اللغز في مشهد كسر به الايهام، وهو مشهد للبطلة وهي بتسترجع تفاصيل الجريمة اللي حصلت واللي كان البطل نفسه ما وصلش بعد لمرحلة الشك فيها. المشهد بتاع البطلة ده استغرق حوالي الدقيقة فقط من 130 دقيقة هي زمن الفيلم، واستمر الفيلم بعده، كان المشهد ده في الدقيقة 100 واستمر حوالي 30 دقيقة تانية رجع للفيلم لوجهة النظر البطل أو لوجهة النظر الذاتية اللي اعتمدها من أول الفيلم الأول. بمعنى في قصص تانية على فكرة ممكن الأسلوب ده يكون مناسب، هو استعمل إنه يستعمل أسلوب وجهات النظر المختلفة، لكن هنا هو من البداية إلى النهاية استخدم وجهة نظر البطل فقط، يعني إحنا ما كناش بنشوفه غير من وجهة نظر البطل، الأحداث كلها شفناها من وجهة نظر البطل من خلال عيون البطل. لكن في الدقيقة دي هو كسر الإهام إن هو اتنقل إلى وجهة النظر المقابلة، وعرفنا أسرار ما كانتش الشخصيات تعرفها عن بعضها، أصبحنا احنا نعرفها، البطل فقط هو الذي يجهلها. واستخدم بعد كده يعني من بين 130 دقيقة استخدم دقيقة واحدة أزال بيها الغموض وبلونة التشويق، أزالها فجأة كده بشكل مفاجئ، وبعدين رجع تاني لوجهة نظر البطل. في أفلام التانية كان بيستنوا إلى آخر مشهد في الفيلم عشان يكشفوا اللغز، سر اللغز بيكشف مع آخر مشهد من الفيلم، ده اللي كان معتاد.
هو كشفه في الدقيقة 100، واستمر الفيلم حوالي 30 دقيقة، البطل وحده هو من لا يعرف السر، لكن احنا كنا خلاص الجمهور كان كله عرف كيف تمت الجريمة. بعد كده بعد 58، بعد هيتشكوك تحديدا، اكتر من مخرج استخدم هذا الاسلوب، ومنهم طبعا ترينس يانج. الفيلم رشح لجائزتي اوسكار لافضل صوت وافضل ديكور. المخرج الفريد هيتشكوك من مواليد سنة 1899 وتوفى سنة 1980، كان اول فيلم من اخراجه هو حديقة الملذات سنة 26، لكن بداية شهرته الحقيقية كانت في العام التالي عندما اخرج فيلم ذا لودجر او المستأجر، واللي اعاده بعد كده في فيلم بعنوان فرينزي او هزيان سنة 72. من اشهر اعمال الفريد هيتشكوك رير ويندو، نافذة خلفية سنة 54، والشمال من الشمال الغربي نورث باي نورث ويست، واشهر اعماله على الاطلاق هو فيلم سايكو سنة 60، وايضا فيلم الطيور سنة 63. هيتشكوك لم يحصل على جائزة أوسكار عن فيلم معين، لكنه حصل على أوسكار فخرية سنة 68 عن مجمل أعماله، وسموها في هذا العام جائزة الإنجاز الخاص، كما تم تكريمه في معهد الفيلم الأمريكي سنة 79، وأيضا حصل على لقب سير من ملكة إنجلترا سنة 1980، وذلك قبل أسابيع قليلة من وفاته في 29 إبريل سنة 1980. هيتشكوك كما هو معروف كان بيظهر في لقطة من كل أفلامه، وكان الجمهور بيستمتع جدا بالبحث عنه في بدايات الأفلام أو في اللقطات الأولى من هذه الأفلام. أتمنى لكم قضاء ساعتين ممتعتين مع فيلم فيرتيجو أو دوار، الفيلم اللي أخرجه ألفريد هيتشكوك سنة 1958، وقام ببطولته كل من جيمس ستيوارت مع كيم نوفاك. كل الأمنيات الطيبة بمشاهدة ممتعة، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.